هل مولود الأسد مقبل على فترة جيدة بالأسبوع الثاني من شهر شباط فبراير 2024؟ يا عزيزي، أنت كنت بالأسبوع الماضي عم تشتغل بقوة لتسجيل نقاط لصالحك، بس قلت لك كن حذر جدا وما تعتقد أنك ربحت المعركة أو حققت رغباتك، خاصة بين الجمعة 9 والسبت 10 من هالأسبوع، لأنه القمر الجديد ببرجك بينضم لكواكب أخرى حتى يحذرك من بعض المغامرات. حاول تستوعب يلي عم بيصير بهدوء وبعيدا عن الصخب والاجتماعات، يعني حاول أنك تبعد عن الضوء قد ما فيك ابتداء من الأحد 11. حمي نفسك من تدخلات وحاول أنه تشتغل من ضمن فريق متضامن، ما تفرض وجهة نظرك أو خططك على أي كان. أي شخص بحس أنه هو مضطر إلى قبول الضغوط بينتفض وبيعاكس حتى ولو كان بالأساس موافق معك. انتبه من الجموح أو التعجرف أو التكابر. تحذيرات الفلك جدية جدا بهالوقت حتى ما توقع بمأزق أو ورطة يا عزيزي. بتستريح من عبء أو بيحليلك ربما إنك تلتقي بالأحباب والأصدقاء بين الثلاثة 13 والأربعة 14. أنت بتمر بهاليومين بوعود كثيرة، هو يومين مناسبين جدا، يعني آخر يومين من الأسبوع.